كابتن هشام حنفي، برحب بحضرتك معانا في بره الاهلي. انا اللي برحب بيكم طبعا اكيد يا نوهان، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الامه الاسلاميه طبعا بخير وسلام، وشهر كريم ان شاء الله باذن الله. شهر رمضان بيعدي عليك ازاي؟ احلى ايام حياتنا من وانا صغير لغايه طبعا لغايه دلوقتي، يعني كل سنه رمضان بيبقى موجود فيها واحنا الحمد لله عايشين الحمد لله. بيبقى مختلف حاجات كتير. اكيد وانت صغيره ما كانش فيه مسؤوليه، كنت عايز تنزلي وتلعبي وتتنططي في الشارع وتروحي تلعبي كوره وتخرجي مع اصحاب تعملي كل حاجه اللي هي الشقاوه الحلوه بتاعت زمان. لما بتيجي تكبري شويه بيبقى فيها ضغوط، مدرسه، جامعه بعد كده، ومع ذلك كمان بقى بيعدي عليكي. لما انا لعبت في الاهلي في الفريق الاول عدى عليكي ان انت تبقي بتلعبي ماتشات كلها في رمضان بالليل. على فكره احنا كنا في الاول بنلعب كمان في عز الصيام. تخيلي بقى انت متخيله اول سنتين عدوا علينا في رمضان، او اول يعني ما طلعت في الفريق الاول موسمين ورا بعض كنا بنلعب في رمضان في الصيام الساعه 2:30، انت متخيله مدركه؟ فيعني الحمد لله اللي بعد. لا الحمد لله عمرنا ما افطرنا الحمد لله، ولا حتى بره مصر. احنا معانا الرخص يعني الحمد لله كان معاكي رخصه. الحمد لله عمرنا بصراحه، يعني في ناس كانت بتقدر يعني وفي ناس ما بتقدرش، ما اصل ده قدرات. فالواحد لو عنده قدره انه يقدر يعني بيستحمل وبيبقى قادر، ربنا بيجازيكي لغايه لما تقدري. مش قادره خلاص يعني عملت اللي عليكي، لان انت الموضوع مشقه كبيره جدا تحديدا وانت معاكي الرخص. مش بتكلم وانت هنا صحيح. هنا انا بتكلم عشان خارج البلد يعني. فتخيلي وانت بتلعبي هنا ماتشات في اول موسمين في رمضان بتلعبي في الصيام عشان في انديه تانية ما عندهاش اضاءه. طب هو مشكلتنا، طب خلاص يبقى انت الغي انك تلعب في الفتره ديت، انك تلعب دوري في فتره زي دي صعبه، وكانت صعبه جدا علينا كلنا. ولكن لعبنا. تخيلي انت بتلعبي بقى في رمضان في عز الصيام، تلعبي ماتش 90 دقيقه، ماتشات مهمه في الدوري، انك لازم تحققي بطوله. النادي الاهلي انت عارفه ما بيقبلش غير بالمركز الاول. يعني فاحنا اتحطينا تحت ضغط على طول. فتخيلي صايم بقى، ما تقوليش تعبان، مش قصتي، ملهاش حل. ومفيش مبرر انك تفطري، خلي بالك مفيش مبرر انك تفطري. فكلنا بنبقى صايمين، لكن الحمد لله ربنا كان بيوفقنا. بس فانت مدركه يعني ايه تلعبي في عز الصيام ده، كانت صعبه جدا علينا ومشقه كبيره جدا جدا، لغايه لما الحمد لله بقى في حلول بعد تاني سنه ان احنا نلعب بالليل. وده الحمد لله يعني كان الاضاءات ركبت في كل الاستادات يعني اللي موجوده، وبدانا نلعب بالليل. فالطقوس كانت حلوه قوي يعني، الطقوس دي كلها مرينا بيها. بس طبعا انت بتبقي اليوم كله قاعده في الاوضه، لو انت عندك معسكر يعني قاعده في الاوضه، تصحي ما يعني تصحي متاخر تصلي الظهر، بتنامي تاني، بتصلي العصر، بتنزلي على الفطار. اجواء حلوه طبعا ما فيش شك طبعا، بس بتبقى عايزه مستنيه الماتش. اجواء هاديه قبل الماتش بزياده طبعا. طبعا بس ده حلو طبعا. اكيد احسن انك تلعبي في الصيام ما فيش شك يعني. لكن هو بالنسبه لنا يمكن اهم فتره او اهم سنه بالنسبه لنا سنة 2001 لما جه مستر مانويل جوزيه وخدنا بطولة دوري الأبطال افريقيا من سان داونز هناك. كنا في عز الصيام وهو قال لنا لازم تفطروا لان الجو هنا صعب جدا، كان جو حر بطريقة بشعة يعني، ورطوبة طبعا، وظروف سفر.